انا كثير متحمسه اليوم عليا لانه شفت المكونات اللي عندي كيهون مسحور اليوم صراحه. الفريكه هي وحده من اكلاتي المفضله، يعني اطيب شيء بالعالم عندي. انا اكل الفريكه كل يوم. انا كثير بحب الفريكه كمان، واليوم حنعملكم فريكه بطريقه جديده شوي. حنعمل باور بول. الباور بول هو عباره عن وعاء بيكون فيه كل المكونات اللي نحن بنحتاجها بالنهار. فعندنا فريكه جاهزه، نحن رح نضيف عليها افوكادو وبندوره بيض مسلوق، وحنحط صلصه، حنعمل ليمون وزيت، يعني كثير بسيط، شويه ملح وفلفل. كثير صحيه. اوكي كثير منيح. فبدي منك اول شيء تساعديني انه نقطع الافوكادو. طيب حنقطعه سلايسز. رح اتركهم انا على مثل ما هن قطع كبيره. مثل ما هن قطع. تمام، فحط شرايح الافوكادو. يعني اذا نحن عاملين فريكه على الافطار هذا السحور المناسب لنحضره، لنستفيد من البقايا. يعني بناخذ البقايا بنحطهم بنزينها بالافوكادو بالبيض وبالبندوره. فححط البندوره. يعني مش ضروري نذكر بفوائد الافوكادو والفريكه والبندوره، يعني كلهم هدول والبيض حتى. فهون عندنا بيض مسلوق لحتى كمان يكون عندنا بروتين منيح مسلوق. هذا على كل واحد مثل ما بيحب، انا خليته شوي الصفار يكون طري لسه. ايه انا بحبه كمان طري، ما بحبه الصفار بالشكل. حضيف شوي تشيلي على الوش هيك. هلا رح نضيف شوية حامض، رح نحط شوية ملح. هي الفريكة مطبوخة يعني والطبختها حطيت لها شوية ملح فما بدنا كثير لأنه already. نحط شوية فلفل. فلفل. وآخر شيء رح نضيف شوية زيت زيتون. شكرا كثير عليا على الوصفة اللي عملتي لنا اياها اليوم، وان شاء الله تعجبكم بحلقة جديدة. نشوفكم. باي.